بخير صحيحه ومولين الدار كلشي بخير كلشي مزيان. نتمنى الله تكونوا بخير على خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. المهم اليوم فيديو جديد وفيديو غزال بحالكم. المهم كي جاكم الفيديو ديالي مرحبا بكم في الفيديو ديالي. هاد الفيديو البنات كريتو عند سيدي حبيبي عند يحيى. المهم بدات ليا المنزله بدات فيا البارح راه بيتها هايا ديال الله يسطي. كي قلت لكم كريت البيت راه كريتو عند يحيى. راكم عارفين هذا البيت ديال يحيى وقعدت فيها الطابيات البارح معاك بدات فيا المنزله. دابا راه انتم حاط هذا الشيء الله مشيت شريت الدواء مشكيت عليكم ضربني البرد واصلا الطونسيو طايح ليا. راه كي قلت لكم ديك المره في داك الفيديو البنات بزاف عجبهم داك الفيديو فيه المشتريه عارفه كنت موت على هذا الشيء. تانا راه بحالكم تانا عزيز عليا هذا الشيء ديال المشتريات ديال 5 دراهم على الخضرات كتلقاي فيهم الميزات غزالين وداك الشيء بصيد ديال الناس الدراوج وصافي. المهم انايا صراحه كيعجبوني الحويجات كيكونوا 5 دراهم 10 دراهم كيكونوا زوينين والله الا شتي تبارك الله جد داكشي زوين من عنده. البنات كيسولوا قالوا لي راه جاء فين كاين هاد 5 دراهم؟ راه كاينه البنات في سوق البركه لداخل في سوق البركه كتدخلوا سوق البركه كتلقاو. وكاين هذيك السيده اللي خديت مع داك التيد وداك الو ما عرفتش قالوا لي البنات راه زوين راه خدمته وصيفطته اليوم خدمته عندي. المهم درته في البوطه صدق ليا زوين كيحك مزيان وزايد صراحه فلوسه ما مشاتش حرام. قلت لكم هذيك المره كاينه في بحاله داخله السوق ديال الكورس غتلقاو عندها حانوت هي كتبيع لك شي تاع 5 دراهم هي اللي خديت من عندها التيد وهذا. المهم هادشي اللي كاين كما كتشوفوا في العنوان بيتي الجديد بيتي اللي كريت من عند يحيى. والله خفت والله العظيم خفت نعادي. راكم عارفين الله يشافي اي واحد هاد المنزله جات واعره بزاف وصراحه ما قديتش ننعس حداه حيت راه قلت لكم صايبه لي بلاصتو كينعس حدايا ومابقاش كينعس حتى شي كاتري ديالو خسر لي. قلت انا ان شاء الله اليوم بعدا في هذا الفيديو راه غادي تعرف واش غادي ندير. قلت ان شاء الله غنقادي البيتو داكشي راه كنت عاودت لكم واحد الفيديو نقاد لي بلاصتو داكشي حيت الكاتري ديالو قلت لكم تخسر تهرس مابقاش يعني مابقاش عملي يعني ينعس عليه وداكشي بقات عندو مضربه حتى مضربه راه بدات شويه كدير ولكن الله يجيب له رزق. المهم حنا غادي ان شاء الله كي قلت لكم المهم ما كاين على الحفير المرا ديما مشات حفرة. المهم سيرتو على وليدات هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. المهم شنو راه بدات خنوتي كتهبط عرفتي من البارح والطونسيو تا هو يا طيح ليا شويه الحمد لله اليوم شويه شويه ماشي بحال ولكن ديك المره ملي كنت درت لكم فيديو حسيت براسي من البارح ونهار الاخر باش كملت لكم الفيديو حسيت براسي بديت كتشد فيا عرفتي اش درت البنات ديما ولو لبسوا حوايجكم في الحمام حيت انا كنت كندير واحد الخطا كبير كندوش وما كنلبسش حوايجي في الدوش كنخرج تا كنمشي للبيت عاد باش كنبدل حوايجي هذا هو الخطا اللي درت صافي وسمقني البرد وكملت طلعت للسطح وكنت مشاش اجداك يا جد طلعت السطح يلاه شدي. المهم انا راه باقا فاديه فيا الحمد لله ما كاينش فيا الكحه ولكن مخنوقه مخنوقه من البارح مخنوقه. المهم الحمد لله على كل حال قلت اليوم غنديكم معايا. المهم مرحبا بيا مرحبا بكم عندي بعدا تقول لي راه اخباركم عزيز عليا بحال هاد البركه انا والله عزيزه عليا. وقلت لكم ما كنديرش هذه بوحدي راه كندير داك سميت عليها المانطا عرفت شحال نعس واخا هي شويه صعيبه على اللي مملفش ينعس في الارض شويه صعيبه صح كاع ندقله ولكن اش غندير راه غنعادي الله ما احسن نبعد عليه هادشي اللي كاين. اليوم غنديكم معايا عند واحد السيد عنده داكشي ديال سيرفي دغيا دوز كان كيقهروني غير مارط مارط لا صافي انا مشيت مع مارط كيقهروني غير مارط ملي كنبغي نبلوغي. قلت لكم اش كنت نقول لكم انا بحال نمشي طراجي الله يثبتنا على الشهاده. قلت لكم غنمشي عند داك السيد اللي مولفه كناخذ معدو كنكريدي معدو الله الله يجازيه بخير ديما واقف معايا بصراحه مابقاش كيتسالني مابقاش كيتسالني فلوس بزاف بقى كيتسالني 8000 ريال واش غنديرو حنا المغاربه هما هادو راه انا ما مشيت في راسك بالكريدي فين غادي ديها. المهم ما تجيش عندي شي وحده تقول لي كنسع شوي الله يرحم باك انا راه بفلوسي يا دا اختي نقول لك انا راه كنخدم في اليوتيوب باش اي حاجه نشريها لراسي ما كنسعى لحد ما كنقول لحد عطيني اللهم ولا كنحب
الله يخلي لي خواتاتي اللي متبعيني وداعميني. هادشي اللي كان راه بكم نتوما، انا راه غاده ما 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 بقيتش تفرجتوا بيا وما درتوش لي لايك، راه ما غندير حتى شي حاجه بحياتي. راه بكم، ولكن بجهد الله وبكم راه على غاده. هادشي اللي كان، جاني اتصال، المهم كمل لكم البنات، غادي نمشي عنده ان شاء الله ونديكم معايا. المهم اليوم فيديو حق الله على زوينه البنات، تكملوه من الاول حتى الاخر، غيعجبكم والله العظيم. وانا كيعجبوني شي واحد باغي يشري شي حاجه وانا كنتفرج معاهم نشوف واش بغي يشري واش بغي. المهم انا ما غنشريش دابا والله العظيم البنات، اقسم بالله ماشي اشهار، راكم عارفين ملي كيكون اشهار بحال دابا داك السيد اللي كتخدم عند الام عند الكبرى اشهار. الشركه اللي كانوا كيصيفطوا ليا الحوايج بحال ايفي بريتي وداك الكساوي وداك الشيء، فكرتيني اني تفكرتوني في واحد البنت كتبت لي، قالت لي منين شوفي اختي على بغات تشري كسوه، وكتبت لي قالت لي رجع عافاك وريني بغيت تشري ناخذ كسوه من الانترنت. شوفي غير الفيديو اللي تفرجتي فيه راه غتلقاي الرابط ديال الشركه، هبطي لتحت وكليكي عليه ودخلي صافي، راه كيتبقى مرخص صراحه وزوينين. المهم هذا تفكرتها وقلت الله تنقولها، قلت لكم ملي كتكون اشاره كتكون اشاره، ملي كتكون هذا اختي من دمي ولحمي فلوسي حلال طيبا كنعطيها لي، الا لا نقص ليا اي واحد كتمشي عندو كتاوي معاه وكينقص ليك، واخا هو كريدي ولكن كينقص ليا شويه، ماشي شي بزاف ولكن عادي. الا مشيتي عندو قلتي لي انا جايه من طرف راجع، راه ضروري غينقص ليك واحد شويه كيما انا نقص ليا شويه. هادشي اللي كاين، ما عاطيني معاطيه دابا، فهمتي شريت من عندو صافي حدو، الا قلت لكم دايره معاه الكريدي حيت هو عارفني انايا، ما غاديش نهرب ليه بالفلوس ولا شي حاجه، راكم عارفين قلت لكم راه ما بقاش كيتسني بزاف. هادشي اللي كاين، انا ما درتش بحق صراحه، ما نكذبش عليكم انا ما درتش بحق ونظمت حياتي ودرت داكشي ديال داري، ما غندير حتى شي حاجه، راكم عارفين يوتيوب ما دايمش وما حد كاين يوتيوب، وداكشي شويه راكم عارفين المشاهده ديالي قليله، داكشي اللي قليل هو اللي كنبينو في القناه، ما كنبداش انايا نضحك على عباد الله وداكشي، داكشي الحاجه اللي قليله راه كنبينها وربي مسهل عليا. هادشي اللي كاين اخواتاتي، راكم عارفين يعني راه كاينه كاينه ما كاينش ما كاينش. اخواتاتي بلا ما نطول عليكم، غنوض دابا نلبس حويقه وانا لابساهم حقه، غنزيد على واحد العيبه فوق مني ونلبس برديتي وهانتوما معايا. هانتوما البنات باش تقولوا، تقول لي كاريه شي قلتوا لي شي حاجه، راه البيت ديالي يا البنات هانتوما. الله يحسن العوان اللي كاري صراحه، والله الله يحسن العوان، وكنحمد الله ونشكره وعندنا بعدا فين نسكنوا، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الانسان اي حاجه عطاها لي ربي يحمد عليها الله ويشكره، ولا ينزعها عليه، الا ما شكرش ربي راه ينزعها عليه. المهم الانسان يشكر ربي على اي حاجه عطاته. راه المنطقه حيته مع كنت كنهضر معكم، حيته باش ندوي معكم قبيله، هذه هي اللي كننعس فيها. راه اش غنقول لكم، اللي فيه المنزله يقلب على شي فيديو يتخشى فيه وما يبقاش يدور، جيت عائلته تات تحيد منه المنزله. انا يلاه بداتني يومين باش بداتني، الحمد لله اللهم لك الحمد، يلاه بداتني البارح كانت فيه التبوريشه، دابا صبحت شويه شويه الحمد لله مع الدواء. المانطه اللي كنت كنفرشها راه طلعتها للسطح تضربها الشمس وصافي، هادشي اللي كاين. انا راه هاد الفراش راه كيعجبني ديال الارض انتمايا. يلا هبط واحد السطيل، صبنت الماكينه صبنت الحوايج هبطت باقي كاع ما طويتهم، والله الا عرفتي عيانه ما عرفتش كاش غندير الغدا، كنت غندير كيبان لي غندير غير البطاطا والبيض، كنت غندير بطيش مطيشه والبيض وشويه جلبانه، ساعه قلت ما قاد على جلبانه المصران، قلت عير البيض والبيض نقلي البطاطا نسلقها ونقليها ونديرها مع البيض. المهم انتم معايا نشوف واش غادي دير الغدا ليحيى، راه ما قاريتي العشيه داخل مع الوحده، فقت كي قلت لكم فطرتو وداك الشيء ودابا كيحفظ في الصاله. ايوا صافي هادشي اللي كان، غندوز ندير الغديوه وها نتوما معايا. المهم الله يا ربي، الله بحال طالعه مع شي كديه كنهضر والنفس كتحبس ليا. يلا اخواتاتي البنات لقيتوني، يلا وصلت غير دابا غنوريكم داك الشيء، داك الشيء باقي جديد يلا جابو تم الكاتريه ديال البيت النعاس ديال البيت ديال الوليدات، عرفتي داكشي غزال. المهم انا غنقلب لكم الكاميرا وغنقول لكم اي حاجه الثمن ديالها. المهم يلا نخليكم معايا انتم البنات، هاد باقي الكاتري ديالو باقي كاع ما جابو، هذا سولته الثمن ديالو قال لي 70 بهذا بالكاتري ديالو، ما فيش المرايه شفتو، عرفتي غزال عجبني
هذا بغيت نوريهم لكم. انا راكم عارفين على غرض اش علاش الغرض اللي جايه ليه، الغرض اللي جايه ليه راه على قبل يحيى. وهذا حتى هو كاتري ديال الناس غزال، ها ديالو فوق منه عدوده ديال هذا الخشب، داكشي اللي منقوش اللي كيعجبكم حاجه منقوشه، هذا راه هو الصح والعامل. وخا هادو راه هما صحاح تبارك الله، هذا اللي كنت خديت بحالو خديته في البيض باقيين عاقلين عليه، صدق حتى هو زوين. نوريكم البيضات ديال الوليدات بلاتي، نوريكم بعدا هادشي اللي بان ليا باقي جديد يلاه جابو. هذا شحال داير؟ تمن ها 28، داير داير 28. هنا ديال العلاقات هذا قول لي هنا الطاجرات وهنا علاقات. هذا ماشي بال هذا البيت ديال النعاس ديالو داك الكاتري عنده الكاتري ديالو فين هو بحال هذاك الصغير بحال هذا عنده بحال هذاك اللي وريتكم في الاول. هانتوما شو هذا كي داير كاتري ديال الوليدات، هادو راه فيهم الالوان. هذا في القهوي فرنسي، هاد الاثمنه ديال هادو شحال دايرين؟ 800 درهم، 16000 بالسداري ديالو. هانتوما كي داير، هذا في البيج والكري، هذا الكري. هذا كاينين فيه اشكال ديال الوليدات البنيات، هما في الغوز وفي هذا حتى هو كاين في البيض ديال العود. هذا صراحه هذاك الشيء زوين. وكاين هذا حتى هو في الكري، كاين فيه الشكيلات زوينين. بالنسبه للبنيات ها نتوما كاين الغوز وهذا والكرونه، شو هذا كيداير صراحه هذاك الشيء غزيول. هادو يلاه صيبتيهم هادشي واعر، هادشي السدادر ديالهم هانتوما يا السدادر كيصيف فيهم هنا. هادشي المنقوش البنات الصح والعمل، سلف لي المترو النقشة كي دايره باقي ما كامليش. هادي الميدة ديالهم السوندريات، هادي الفرايميجا كي يقولوا ليها ياك ماجا ما غيوريك معاو تاني. هاد كاين الطوابل تا هما مصايبينهم 300 درهم الميترو، هادو 300 درهم الميترو تشيل منقوش. وهذا كاتري تا هو في الكرونه واعر، وهادو كذلك اللي قلت لكم عليهم ديال انا راه باقا حيره ما عرفتش اش غادي ناخذ ليحيى. كان كيقول لي واحد الراس ناخذ ليه بحال هاد الشكل، شويه نقول ناخذ ليه بحال هاد الشكل ولا بحال هاد الشكل، ولكن اللون ضروري اللون ناخذ ليه في الكري. هادو شحال دايرين الثمن ديالو؟ 1000 درهم. 1000 درهم انتم هذا بالكوافوز ديالو، بالكوافوز 1000 درهم. وهادو 16 بلا كوافوز داو، وبالكوافوز الا بغيتي شي وحده بغاتو بالكوافوز 1000 درهم بالكوافوز. عايش في دنيا ومصحابي
خلوا لي فكية وزمان فاتوا دار عليا ومصحابي خلوا لي فكية وزمان فاتوا دار عليا البارح كان عقلي سارح بين الأمواج يتلاوح كان في عمري عشرين عشرين البارح كنت في عز شبابي كل ليالي عيالي كان عقلي سارح بين الأمواج يتلاوح كان في عمري عشرين عشرين البارح كنت في عز شبابي كل ليالي عيالي كان في عمري عشرين بابي طالع ليا خلاني عايش في دنيا هما صحابي خلوني فكيا وزمان فاتوا دار عليا هما صحابي خلوني فكيا وزمان فاتوا دار عليا البارح كان عقلي سارى وعلاش يا ليل بليتيني بالتخمام نتمشى وسط ظلام مسافر بلا قنديل مهدود الحيل نعفر في ليام طريقي مليه رسام يا ويلي ويلي يا ويل خايف نقول عيت وانا يعد مغبون سهران الليل 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 ويا ليلي يا ليل وسهمي يا ليل دوي جحي يا ليل ويا ليلي يا ليل فجهمي يا ليل وسي دمعي القدر وتصرف المكتوب ويعلم الغيوب راه الحال مكدر وشكون اختار في الدنيا يكون مغلوب عشان هاب المقلوب حتى لينا غان صبار وراني كل نهار نقول جوني مرويا مغبون سهران الليل 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 ويا ليلي المهم العائلة ديالي تخلى ضربوا يا اليوم صوتي سمعوه سمعوه كدير المهم اليوم كما شتوني صورت لكم الكورنيش وصمقلني البرد كمل عليا داكشي اللي بقى المهم هذه في خاطر الجاليه الناس اللي ديما كيقولوا لي رجاء صوري لينا اسفي المهم انا درت لكم في اختصار ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله نصور لكم بلايص اخرين حتى الناس المتابعين الناس اللي ماشي من اسفي حتى هما يا مرحبا بكم في اسفي اللي جيتو وحتى الناس اللي تاع اسفي ساكنين في مدن اخرين المهم هذه ليكم نتوما هاد الفيديو تحية لكم كاملين واللي خطيكم عليا والله يسهل عليكم المهم كما كتشوفوا جبت يحيى راكم عارفين الوليد ضروري تخرجهم مره في يعني في الشهر قلت نخرج يحيى شويه شحال ما بقى خرج مشينا لواحد القهوه عرفتي تبارك الله داكشي غزال والحريره نقيه وكلشي نقي داكشي زويون وداكشي رخيص ماشي شي غالي ايام ديال الناس الدراوج وصافي خديت ليه فريت ضروري الفريت وانا تانا نموت على الفريت البنات شكون ميموتش على الفريت وخديت الحريره انا راه نحمق على الحريره حمراء اصلا كنت كنتوحم عليا ويحيى راه خرجت هويا يموت عليا هادشي اللي كاين اخواتاتي قسمت معكم هاد النهار المهم نتمنى يعجبكم وما تنسونيش من لي لايك وبسلام عليكم وبوس عليكم حتى الفيديو المجيء ان شاء الله يلا بسلامه If I could lay down beside you